فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المصنف رحمه الله عن الجدة: فإن كان بعضهن أقرب من بعض. يقول: ما الجدة التي تكون أقرب من جدة أخرى؟ أم الأب مع أم الجد، ما هي بأقرب؟ أم الأب، ها؟ هذا قريب، شيء واضح، أم الأب أقرب من أم الجد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.